متواليد 1954، وجابوني والدي رحلنا من زرعون مكناس، سكننا في فرار 1976. مؤخرا جا واحد السيد ركب دعسراني سريع، راه مجهز واحد الطريق تاع غادي نبني، قلت له المهم وحنا شنو المعمول معنا؟ قال لي انتوما الطريق اللي كانت عندكم غادي نخليها لكم. وفعلا سيد بنا دار الكراج ديالو ولا طلع لفوقي عطاني الطريق ديالي، بنا لحيت بيني وبينو. ومؤخرا ركبت رماني للمحكمة لأول دعوة، بعدا طلع بيا بلي راني سارقو. جاو رجال الأمن حتى لهنا شافو هو مازال ما كملش البني، وقال لهم أنا راه مهاجر ولا خارج، راه كنجيب العتاد، وهو فرح لي الباب وسرقني. جاو رجال الأمن لقاو داكشي مازال هو كيدير البني المحل وداكشي، كما كاين المحكمة لي صالحو. عاوتاني في 96 صعد هو بلي أنا عزمتو على داك البلاد، درت شهود مشينا للمحكمة تانيين، عاوتاني درت شهود بالله ما كاين الاحتلال، البراري كانوا قبل هاد الدار هادي، 76 دعوة أخرى لصالحي، 2011 دعوة أخرى لصالحي، 2013 لصالحي، 2015 لصالحي، دابا عاوتاني 2021 عاوتاني دعوة أخرى، وهاد السيد هذا الناس داروا فينا الخير، عطينا خير ديال الضوء. خير ديال الماء دابا مؤخرا ولا كيهبدو موما ولا قطع علينا الماء والضو، حنا متردين، الحالة الحالة يرتى لها. نطلبو من السلطات المعنية بالأمر شوف من حالنا، شوف هاد السيدة شنو بغا عندنا هو يضاج كلو. أنا شفني دابا أنا طايح من الرس من رجلي ومشلل من يدي، شلل واحد اليمنى ورجل ما عرفتش نرجع اليمنى، وقعد والمرا مريضة كانت ثلاثة ديباري يلا نسولي. الولد هو اللي يمكن فينا جبنا صديق ديال الخبز، دابا ولا كيطبعوا لبلاصة الخدمة يشتم فيه ويسميتو باش الولد ينفعل زعما يسد فيه ولا في حاجة. وكنطلب من السلطات المعنية بالأمر تشوف لنا هاد الحل. حنا رحنا عايشين واحد الحياة خايبة كاع، رحنا قطع علينا السير، قطع علينا الماء، قطع علينا الضو، لا جانا شي حد كيبقى غير يتهصص، ما كنعرفو من مور العصر ما كنبقاوش نقدو نخرجو ولا ندخلو، صافي كيظلم علينا الحال كنديرو غير الشمع، لا جانا شي حد كيتكرفس معانا وحنا مكرفسين، ولادي مكرفسين انا مكرفسة، ما كنقدروش يجي عندنا شي حد ولا يجلس معانا ولا حتى حاجة، راه حنا مكرفسين بزاف. دابا كنطلبو من السلطات تدير لنا. السلام عليكم، انا الابن تاع هاد الناس هادو، انت تشوف هاد الحياه هادي اللي عايشينها، عايشين تحريض، عايشين الحياه الشيء التقليدي، تيحرض عباد الله، تيقطعوا علينا الماء والضو، ومن هاد المنبر تنشدو الحكومه والله ينصر سيدنا، تنشدو المدن بدور صافي. حنا في مدينه مكناس، في قلب مدينه مكناس، وعايشين هاد الحياه هادي، راه لا اله الا الله، راه كلشي معدم من الصغير حتى الكبير، من الخوت مني انا، من الام من الاب، وتا في خدمتي تمشي غير الخدمه ما تخدمش مرتاح، ما عندك لا ما لا دو، تنبيع الحوت فين غادي نديرو بلا ما بلا دو، غادي ندير تخدم، زائد هادشي تيجي يحرضني الدار، تيجي يحرضني في الخدمه باش انني ندير يدي فيه في هاد السيد هذا، وانا تنحاول بما امكن انني نبعد منو باش ما نخليش والديا ونسمح لهم في هاد الحياه المره، وخا ما عندهاش ماشي مرة أكثر من مرة. وتناشدو السلطات المهنية، تناشدو الناس ديال مكناس الجامعة يشوفوا لنا الحل، مدن بدون صفيح راهي تنسمعوها، حنا كبرنا وقربنا ودابا بغينا نديرو أي حياة، ما قادش دير حياة، فينا دير هاد الحياة؟ كدير تجيب هاد بنت الناس تكرشها هنايا، لا لا يا الله، راه حنا بغينا نستقرو حتى حنايا. تناشدو سيدنا الله ينصرو والله يشافيه، أنه يشوف لنا شي حل هاد المأساة هادي، ما بقينا عايشين غير خيال، دابا تنعيشو مجرد المهم مجرد خيال عايشين، وما تنقولك لا إله إلا الله، تنطلبو الله يشافي والديا ويحن علينا. بغيت نسول خوتي المغاربة، واش شي واحد يبغي يسكن في هاد الكراج هذا ويدوز ديك الدوزة كيما تتشوفو في الفيديو، ويجي يعيش في هاد الحياة بالما والضو، أبار أنه يحيد الما والضو، بالما والضو واش يعيشو فيها، داك الكولوار، داك الباساج.
في الشومبر كلشي تيقطر عليك مع عدم الاصلاح، راه تنبغيو يصلحوا ما تيخلينا. هو دابا راه اكثر من 10 سنين ما صاوبناش يسقف، علاش؟ لا تنبغي نصاوب شي سقف تيقول لي الوالد لا راه غادي يدعينا، لا راه غادي يدعينا، ضاعرنا غير الدعاوى تيستغلنا غير بهادشي. الان دابا كلشي الشتا والبرد كلشي تيدوز علينا، الماء تتمشي حنا ناعسين والماء تيدوز تسداد، تنبغيو نديرو اي حاجه ما تيخليناش.